السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الرياضة التي تأتيكم مباشرة عبر قنوات التلفزيون الجزائري. البداية بأخبار ممثلي الجزائر في المنافسة القارية. اتحاد الجزائر المقبل على مواجهة نادي نهضة بركان في إياب نصف نهائي كأس الكاف، مواجهة يبدو أنها لن تلعب بعدما تعنت فريق نهضة بركان خلال الاجتماع التقني الذي يسبق المباراة باللعب بالقميص الذي يحمل خريطة غير معترف بها وهو ما رفضته إدارة الاتحاد. هذا وتم قبول الشكوى التي تقدم بها اتحاد الجزائر لدى المحكمة الرياضية الدولية. أكثر تفاصيل في سياق التقرير التالي. بعد أن أغلقت الكاف كل الأبواب ورفضت كل الطعون مشاركة ومداعمة تلك المسرحية المغربية، ستجد نفسها وجها لوجه مع محكمة التحكيم الرياضي الدولي التي قبلت الشكوى الجزائرية شكلا، لا سيما وأن المواد القانونية واضحة في هذا الإطار. التصفية يجب عليه أن يأخذ القرار الأول هو ما يسمى بالقرارات المؤقتة والتحفظية، الشيء اللي يسميه الاستعجالي. قرارات المؤقته والتحفظيه هي وقف مسار هذه المنافسه حتى النهائي ما يتلعبش، ياخذ قرار ان النهائي ما يتلعبش حتى تتمكن الهيئه هذه من الفصل في هذه القضيه. الكاف تورطت في مشكله حقيقيه وقد ترغم على تاجيل نهائي المنافسه الافريقيه في انتظار ما سيصدر من قرارات على مستوى هيئه الطاس، وهو في حد ذاته فضيحة لم يسبق لها مثيل في المنافسات القارية أو الدولية. الطاس عنده ثلاث قضايا مختلفة، ولكن كاين قضية أم وجوج قضايا وهما يعني سي لي كونسيكونس تاع القضية الأولى تاع القضية الأم. هو رايح يدمجهم سواء الطرف الجزائري المحامون رايحين يطلبوا إدماج هذه الثلاث قضايا لأنها مرتبطة بينها. هي معركة قانونية دخلتها الجزائر ليس فقط دفاعا عن مصالح ممثلها اتحاد الجزائر، بل من أجل وضع حد لممارسات متعجرفة على مستوى أعلى هيئة كروية في إفريقيا، وبداية حملة التطهير، خاصة وأن الأصوات المناهضة بدأت تتعالى مطالبة بوضع حد لهذه المناورات الدنيئة. في أخبار الكرة المحلية ولحساب الجولة 24 من الرابطة المحترفة، عمق فريق مولودية الجزائر الفارق عن ملاحقيه في صدارة الترتيب العام بعد تغلبه على الجار نادي أتلتيك بارادو بهدف نظيف. ملخص الجولة في تقرير إسماعيل ميلودي. جولة أخرى من الرابطة المحترفة واصل فيها مولودية الجزائر عصفه منفردا واقترابه أكثر من اللقب، معمقا الفارق عن ملاحقيه ليتصدر عرش البطولة رافعا رصيده إلى 53 نقطة بعد فوزه في الديربي العاصمي أمام نادي بارادو بهدف لصفر. وبملعب 20 أوت فريق شبيبة القبائل كان المستفيد بحصد 3 نقاط والفوز على نجم بن عكنوم ب3 أهداف لهدفين ليصبح في مجموعه 30 نقطة في المركز الثامن، فيما يبقى النجم في المنطقة الحمراء ب23 نقطة. أما بمدينة الزبان الجران اتحاد بسكرة وفاق سطيف افترق على التعادل الإيجابي 2 لمثلهما، نقطة رفعت رصيد الوفاق إلى 37 نقطة في المركز الرابع، بينما يبقى الاتحاد في الصف السابع ب32 نقطة. وبالجنوب الغربي شبيبة الصورة وبملعبها سحقت صاحب المركز الأخير اتحاد سوف بسداسية نظيفة، محسنة بذلك مكانتها في الترتيب العام ب30 نقطة في المركز الثامن. وبشلف نجم مقرى عاد بنقطة ثمينة مستغلا غياب جمهور الجمعية التي لم تحسن استغلال عامل الميدان ونهاية اللقاء بهدفين لمثلهما. مولودية البيض من جهته تنفس الصعداء بميدانه بعدما فاز على اتحاد خنشلة بهدف لصفر والارتقاء إلى المركز العاشر برصيد 28 نقطة. مباريات الجولة 24 تتواصل اليوم بمواجهة مولودية وهران شباب بلوزداد، فيما أجل لقاء شباب قسنطينة اتحاد العاصمة إلى موعد لاحق لارتباط الاتحاد بالمنافسة الإفريقية. هذا وتستكمل اليوم مباريات الجولة 24 بإجراء المباراة التي تجمع مولودية وهران بشباب بلوزداد على ملعب أحمد زبانة بوهران. المقابلة ستكون منقولة عبر القناة 6 الشبابية بداية من الساعة 7 مساءً.
في قسم الهواة وقبل 6 جولات عن إزداد الستار على البطولة، اقترب أولمبي أقبو من وضع قدم في قسم الرابطة الأولى بعد فوزه على اتحاد الحراش بهدفين نظيفين، والذي تزامن مع هزيمة المطارد المباشر مولودية باتنا أمام هلال شلغوم العيد بنفس النتيجة 2-2، ليرتفع الفارق إلى 16 نقطة كاملة، حيث يبقى اتحاد أقبو بحاجة إلى نقطتين من أصل 18 نقطة لتحقيق حلمه بالصعود إلى قسم النخبة، علما بأنه لم ينهزم في 23 جولة متتالية. هذا ويواصل ترجي مستغانم الاحتفاظ بفارق 5 نقاط كاملة بعد فوزه أمس على أولمبي المدية برباعية نظيفة. سليم هواري والتفاصيل. الرائد ترجي مستغانم كان على موعد مع فرصة تحقيق انتصار جديد وتفادي مفاجآت غير سارة خلال استضافته لمتذيل ترتيب البطولة أولمبي المدية. نوايا أصحاب الأرض في تحقيق الفوز تجلت منذ 5 دقائق بعد أن تمكن القناص ماحي من افتتاح التسجيل. بعدها ب5 دقائق يتمكن غانم من إضافة ثاني الأهداف عبر هذه التسديدة المتقنة، قبل أن يتفنن أشبال المدرب بندريس في إهدار جملة من الفرص عبر حمزة زياد وعبدات، لينتهي فصل المباراة الأول بتقدم المتصدر بثنائية دون رد. النصف الثاني من اللقاء دخله المحليون بقوة بعد أن تمكن غانم من تعميق الفارق إلى 3 أهداف عبر هذه الهجمة المنسقة في الدقيقة 51، ليختتم زياد حمزة مهرجان الأهداف عبر تنفيذه لهذه المخالفة الرائعة بعد مرور 60 دقيقة. رد فعل الضيوف جاء من خلال انفراد كرنيش بالحارس هنان، هذا الأخير يتألق ويبعد الكرة. باقي أطوار اللقاء لم تحمل الجديد، لتنتهي المواجهة بفوز متجدد للترجي يحافظ من خلاله على فارق النقاط عن الوصيف رائد القبة. في ألعاب القوى تمكن العداء الجزائري سليمان مولى من الفوز بسباق 800 متر رجال في الدوري الماسي الجاري بشانغهاي الصينية، ونال الجزائري مولى صدارة السباق برقم قياسي يقدر بتوقيت 1:44.55 من الثانية، متقدما على الكيني كانيا مالوي كليف والأمريكي مورفي كلايتون. وفي كرة القدم داخل القاعة، تأهل أول أمس نادي أوزيو مقبو إلى نهائي كأس الجزائر بركلة الترجيح على حساب أتلتيك بارادو في مباراة مثيرة سادتها الروح الرياضية. التغطية لسهيلة ماوش. بشعاري دائما معا، افتتح أنصار أوزيو مقبو الدور النصف النهائي الأول أمام نادي بارادو الذي دخل المواجهة بنية تعويض اللقب الذي ضاع منه الموسم الفارط. أتلتيك بارادو اعتمد على الكرة الطويلة في الوقت الذي غلق نادي أقبو جميع المنافذ، لكن أمين برومكي تمكن من فك شفرة أصحاب الضيافة عن طريق تسجيل هدف جاء في 14، هدف أعطى الثقة للعناصر العاصمية التي نجحت في إضافة الثاني عبر ريان أيت حمدادو بعد 2 دقيقة من تسجيل الأول. الشوط الثاني فرض فيه رفقاء أمين زوال منطقهم وصنعوا فرصا عديدة غابت عنها اللمسة الأخيرة، إلى أن جاءت فرصة لوليد رياش الذي انطلق من منطقته مستغلا فراغات المنافس ليضع الكرة في شباك محمد شردودي. نادي أقبو أطلق محاولات العودة في النتيجة والتي أتت أكلها عبر ياسين إبراهيم مقلصا الفارق في 26، وفي 30 تحصل أقبو على ركلة جزاء انبرى لها حمزة بن براهم من جديد. هرمون الأدرينالين ارتفع في المدرجات وعلى أرضية الميدان ليتمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة عن طريق زوال في سيناريو مثير قبل أن يأتي الرد مباشرة من الباك عبر محمد مزيان مانحا التقدم لفريقه 4-3 قبل 9 دقائق من نهاية المواجهة. تقدم لم يعمر طويلا حيث عاد نادي أقبو عدل الكفة بواسطة علاء الدين عدي في 37، وقبل 2 دقيقة عن نهاية الوقت الأصلي ضيع عصام هاوش فرصة تقدم أقبو بعد إهداره لركلة جزاء.
ما ضيعهم هاوش تداركه يعقوب طوهرية الذي نجح في منح التقدم من جديد للمحليين. الإثارة تواصلت حيث شهدت الأنفاس الأخيرة معادلة الضيوف للنتيجة عن طريق وليد رياش، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي لم يكن كافيا لحسم هوية المتأهل إلى المشهد الختامي، إلى غاية ركلات الحظ التي ابتسمت لأصحاب الأرض ب6-5 في مواجهة كانت قمة في الإثارة والندية وفي السباحة كان الموعد نهاية هذا الأسبوع مع البطولة الوطنية حسب الفرق بوهران، والتي عرفت مشاركة أقوى فرق السباحة الجزائرية وخيرة السباحين الجزائريين. محمد الأمين بقدوري والتفاصيل. بمشاركة أبرز فرق السباحة استضاف المجمع المائي بوهران البطولة الوطنية حسب الفرق، بطولة شهدت تألق فرق شباب بلوزداد، اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، وهي أول منافسة تنظم في عهد الرئيس الجديد للاتحادية زحافي نصر الدين. يشارك فيها أفضل 32 نادي عبر التراب الوطني، وهي تحت كاتحادية وكرئيس اتحادية أول نشاط لنا. عندنا برنامج كبير لترتيب بيت الاتحادية وإعادة هيبة الاتحادية ووضع المسار الحقيقي للسباحة الجزائرية. بمشاركة أكثر من 420 سباح من كلا الجسين، الشيء الأهم هو استفادة هؤلاء الشباب أو الرياضيين من مركبات يعني رياضية عالمية بهذا المستوى. المنافسة كانت آخر محطة لعناصر المنتخب الوطني قبل المشاركة في بطولة إفريقيا بعاصمة أنغولا رواندا، كما شهدت استرجاع بعض الأسماء لياقتها المعهودة على غرار السباحة نسرين مجاهد. قررت نشارك في هذه المسابقة باش نشوف لي طفورم تاعي دابخي لي 3 كورس اللي درتهم اليوم. جو سوي كونتونت سي جو سوي ساتيسفيت فوالا جو با اتوند كالكو شوز من لي شامبيونا دافريك. بطولة ما بين النوادي، نظن مسابقة اللي راح تسمح لنا باش نعرفوا مستوى السباحين اللي راح يشاركوا في البطولة الإفريقية. معظم السباحين راهم موجودين في هذه المنافسة ما عدا السباحة أمل مليح اللي راح تلتحق مباشرة من فرنسا إلى مكان البطولة. ويبقى هدف العناصر الوطنية هو تحقيق الحد الأدنى لاقتطاع تأشيرة التأهل إلى الألعاب الأولمبية في باريس. نبقى دائما في ولاية وهران وفي البطولة الإفريقية لكرة اليد للأندية الحائزة على الكؤوس التي أقيمت دائما في وهران، عرفت مستوى راقي عند الصنفين الذكور والإناث من خلال إقبال كبرى الأندية على الصعيد القاري. سليم هواري والتغطية. ندية وإثارة كانت العناوين الأبرز التي لخصت منافسات البطولة الإفريقية من خلال نتائج المباريات المتقاربة وتقارب المستوى بين الفرق التي نشطت مباريات الدورة. وجود الترجي التونسي طبعا ادى طعم للبطولة، المنتخب او الدولة كمصر دخلت بفرقتين اهلي وزمالك. الشمال الافريقي معروف في كرة اليد، تواجده في بطولة افريقيا ليها شكل تاني ومستوى تاني، اتمنى يستمر هذا لان القارة كلها هي اللي يعني الاندية هي الاساس في رفع مستوى المنتخبات. مستوى الاندية الجزائرية في ارتفاع، والبطولة ما كانتش سهلة، انت بتتكلم 5 فرق جزائر اول مرة يعني تحصل في بطولة افريقية. تواجد عمالقة اللعبة على مستوى القارة السمراء اعطى طعما خاصا لمستوى البطولة. البطولة فيها فرق كويسة كتير، طبعا نادي الاهلي ونادي الزمالك والترجي التونسي. على فكرة نادي الابيار الجزائري اعتقد ان لو كان في مجموعة تانية كان ممكن يوصل للنهائي سيمي فاينال مع الزمالك النهاردة. فرقة منظمة جدا بتلعب هاندبول راقي جدا. مستوى الأندية الجزائرية أبهرني، خاصة وأنني لم ألعب ضدها من قبل. الدورة كانت بمثابة المحطة الهامة في احتكاك الأندية الجزائرية مع الفرق الإفريقية. وفي أخبار الأولمبياد، تمكن الثنائي الجزائري كوسيلي وثنين معمري بالالتحاق رسميا بركب المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد احتلالهما المركز 47 عالميا برصيد 30,260 نقطة، ليكون حاليا الممثلين الوحيدين للبادمينتون الجزائري في جدول الزوجي المختلط.
وفي رياضة الكامبو اختتمت أمس فعاليات البطولة العالمية بأنطاليا التركية، حيث احتل فيها المنتخب الوطني الجزائري المركز الثالث برصيد 44 ميدالية، منها 14 ذهبية، 13 فضية، و17 ميدالية برونزية خلف كل من رومانيا وتركيا. يذكر أن النخبة الوطنية شاركت في هذه البطولة ب15 رياضيا. رومانيا في المرتبة الأولى، تحصل أبطال الفريق الوطني على 15 ميدالية ذهبية، 14 فضية، و19 برونزية. تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم. اليوم في البطولة العالمية المقامة بأنطاليا التركية، اليوم النهار الثالث، حصلت على ميدالية ثانية عالميا الحمد لله في قصص كل كامبو. نهديها للكاشر الجزائري ونشكر وزارة الشباب والرياضة. وفي المبارزة استضافت الجزائر الدورة المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024 في منطقة إفريقيا بالمركز الرياضي النسوي ببن عكنون بمشاركة 52 رياضيا إفريقيا من بينهم 4 جزائريين، ويتعلق الأمر بكل من زكريا بونشادة، حسام الدين بركان، شارلين بوخليفة ومريم ميباركي. هذا وتحدث رئيس الاتحاد الجزائري للمبارزة عمر بن دودة عن ظروف سيرورة الدورة الدولية واصفا إياها بالناجحة. في ميكروفون سارة دربال. هناك الاتحادية الجزائرية المبارزة، كان لنا الشرف احتضان الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية باريس 24. الاحتضان هذايا كان بعد لا دوموند اللي دارتها الاتحاديه للاتحاد الدولي اللي حط الثقه تاعو في الاتحاديه، اللي الحمد لله منذ سنوات هي معروفه في تنظيم محكم وجيد، يعني عطاو الثقه للجزائر واحتضناها هنا. في خبر آخر، حل أمس المنتخب الوطني للدراجات بالعاصمة البنينية كوتونو للمشاركة في طواف البنين إلى جانب 11 تشكيلة وطنية. المنتخب الوطني سيدخل المنافسة بنية البحث عن تحقيق المراتب الأولى. فاز نادي النصر على مضيفه الخليج بهدف نظيف، وهذا ضمن منافسات الجولة 29. هدف اللقاء جاء في الدقيقة 68 من توقيع اللاعب لابورت. ملخص المباراة في تقرير بلال بيناري. وصيف ترتيب الدوري السعودي نادي النصر بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو العائد من العقوبة، تنقل في هذه الجولة 29 إلى ميدان نادي الخليج صاحب المركز 11. المحاولة الأولى كانت من جانب أصحاب الأرض، لكن الحكم ألغى هذا الهدف بداعي التسلل. كريستيانو رونالدو هو هداف الدوري السعودي لغاية الجولة 29 ب29 هدفا، لم يتمكن من التسجيل رغم محاولته المتكررة أمام دفاع يقد وحارس ممتاز. هنا حكم التماس أعلن عن وضعية التسلل. ضغط نادي النصر السعودي في المباراة تواصل بشدة، خاصة عن طريق كريستيانو رونالدو الذي يريد الابتعاد أكثر في صدارة الهدافين، لكنه لم يتمكن من فك الشفرة الدفاعية لأصحاب الأرض إلى غاية الدقيقة 68 من عمر المباراة، عندما تمكن نادي النصر وعن طريق لابورت. هنا محاولة كريستيانو رونالدو الراسية انبر لها بنجاح حارس مرمى نادي الخليج، لتأتي هذه المخالفة من تنفيذ بروزوفيتش، ولابورت في المكان المناسب يوقع الهدف الأول لفريقه نادي النصر في مرمى الخليج. كان ذلك في الدقيقة 68 من بداية
المباراة. لابورت حسب الحكم كان في وضعية صحيحة، هدف واحد لكنه ثمين، منح نادي النصر السعودي 3 نقاط يعزز بها الرصيد في المركز الثاني ب 71 نقطة. كريستيانو، بالعودة إلى أخبار النخبة الوطنية، أنهى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بطولة اتحاد شمال إفريقيا في المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط بعد تعادله مع نظيره المصري بهدف لمثله في المباراة التي جرت على ملعب سالم بروكي بالرويبة ضمن الجولة 5 والأخيرة. أحمد صويلة. آخر مباريات دورة شمال إفريقيا بالجزائر تعادل فيها المنتخب الوطني أمام المنتخب المصري بهدف لمثله، ولم تتغير فيها ملامح الترتيب الذي وضع الفراعنة في الصدارة برصيد 8 نقاط، وهو ما يعني التتويج باللقب على حساب الخضر الذين احتلوا الوصافة رغم أنهم كانوا الأحسن طيلة مجريات المواجهة وبحثوا عن مرمى المنافس في كثير المناسبات، لكن الوصول إلى المبتغى لم يكن سهل المنال، سيما مع الدفاع المصري المنظم الذي كان سدا مانعا للهجوم الجزائري. منتخب مصر هو الآخر بحث عن فك شفرة مرمى أحسن حارس في الدورة محمد القبي، إلا أن ذلك لم يحدث في ظل تفطن اللاعبين، لينتهي الفصل الأول بتعادل سلبي في النتيجة وفي اللعب أيضا. المرحلة الثانية سارت كسابقتها، اعتماد على المهارات الفردية والكرات الطويلة التي لم تؤدي إلى أي نتيجة، إلى أن باغت المهاجم المصري حمزة محمد الجميع بهدف أول في 63 بعد خطأ فادح من الدفاع الجزائري. ولأن الأخطاء جزء من اللعبة، هفوة من الدفاع المصري اغتنمها السريع بن عيسى فتوش ليعادل الكفة للجزائر في 67، لينتهي الحوار الكروي بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، ومعه انتهت دورة ودية ناجحة للجزائر بكل المقاييس. بأخبار المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة نختم نشاطنا الرياضية التي ترأس تحريرها طارق بوفليح، وكان في الإخراج رشيد ميكي داش، وكانت في التنسيق كاتيا قرماش. متابعة طيبة لبقية برامج التلفزيون الجزائري. السلام عليكم.